اسمي نورة علي المري، أنا طالبة بكالوريوس تمريض في جامعة كالجاري في قطر. أن في العشر سنوات الأخيرة تقريباً تغيرت النظرة العامة للتمريض، صارت وايد أحسن، فأنا حابة أن أتم تغيير هالنظرة للأحسن إن شاء الله. لأن الأسرة هي حجر الأساس في المجتمع، وأي مشكلة تواجه أي فرد من أفراد الأسرة راح يكون لها التأثير على الأسرة بشكل عام. الأسرة جزء مهم جدا من المجتمع، فكان من طموحاتي وأحلامي فتح عيادة خاصة للأسرة تحت مسمى الفاميلي نيرسينج. أنا فخورة كوني ممرضة في قطر.